لا خدت ستاندنج اوفيشن. فضلوا سقفوا لما جت تعيط، قلت لها الناس كلها وقفت تسقف، عايزه ايه اكتر من كده؟ انت عيطتي جامد يا الاء؟ جايه عشان قالت لي انا كنت عايزه ادي لك الجايزه. عيطتي جامد؟ الحمد لله عملت عليا الحمد لله. بس الحمد بس انت حاولتي. كابتن فاطمه صاحبتها كانت معاها، كانت كابتن فاطمه مدربه. احيي المدربه بتاعتها، المدربه بتاعتي، واحيي كابتن وقتي المدرب بتاعها كابتن احمد وكابتن محمد. برافو عليك، برافو عليك. طبعا قسم اللاعبين بتاع الولاد اللي هو دعني افوز فان لم استطع دعني اكون شجاعا في المحاوله. ده قسم سبيشال اولمبيكس على مستوى العالم. ممكن تقول تاني الشعار؟ دعني افوز فان لم استطع دعني اكون شجاعا في المحاوله. دعني اكون شجاعا في المحاوله، يعني let me win and if I don't at least I was courageous in trying. ده السلوجان الانترناشونال. الميزه لما 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 احنا بنعمل بنلقي الضوء على ده، مش بس احنا بنشجع ولادنا ومش بس ان احنا بنساهم او بنشارك في محفل عالمي، احنا بنربي حاجه جوه اجيال جايه. هي يمكن تكون موجودة في قطاعات بس لسه مش موجودة بعمق في قطاعات تانية. إنه أي نقص فينا مش مجال لا للضعف ولا للمعايرة، ده اللي بنربيه في أجيال جديدة وجاية. إنه يبقى إن إحنا نسقف للي بيحاول مهما كانت إمكانياته، إن إحنا نكبر ونعظم من إمكانيات تانية موجودة. دي رسالة أكبر بكتير من فكرة إن إحنا نشارك في لعبة وناخد ميدالية، وهو ده اهميه مشاكل حد زي حسين فهمي. مش في كلام كبير كده بنقوله في التلفزيون رسائل مجتمعيه. هو ده بقى، هو ده انه اي حد قدام التلفزيون بيتفرج لازم يعرف انه ما ينفعش من جواه ينظر نظره قليله او صغيره لحد عنده اي جانب من جوانب النقص. هي الفكره برضو قائمه على حته ان الاولمبياد الخاص بيغطي جميع جوانب الشخصية بتاعت الولد، بيخش على كل التفاعلات بتاعته، تفاعلاته مع أسرته، تفاعلاته مع المتطوعين، تفاعلاته هو بيلعب رياضة، تفاعلاته مع الشركاء بتوع اللي هم الأسوياء. ممكن يبقى في مسابقات الفريق بيحتوي على مجموعة من اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية زائد مجموعة من اللاعبين الغير مش عايز أقول يعني الأصحاء، والاثنين بيلعبوا مع بعض تيم واحد، ولما بيفوزوا مع بعض، ولما بيخسروا مع بعض. هي الفكره ان هو عايز يبقى مجتمع واحد، كلنا حاجه واحده، كلنا بنكمل بعض على الريسبكت، على الاحترام وعلى الرحمه، الاثنين مع بعض كلنا بنكمل الاحترام والرحمه. واهم حاجه الانكلوجن اللي هي الدمج مع المجتمع. صح.